السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم نتحدث عن يوم المرأة العالمي، تحديدا المرأة العراقية. السؤال: كيف تتابعون مسيرة المرأة العراقية في ثورة تشرين، المرأة العراقية التي ساندت ووقفت وأزرت هذه الثورة منذ بدايتها، وكيف أنها تعاني في بلد لم يقدم لها الحقوق، أو حكومات في ظل حكومات لم تقدم لها حقوقها، لم تقم بالاعتناء بها، لم تهتم بشؤون المرأة، وأهملت شريحة كبيرة من النساء العراقيات. واليوم نتحدث عن المرأة العراقية بشكل عام في معاناتها وفي لحظات مجدها كذلك في هذه الثورة. نتابع مع حضراتكم بعض المقاطع التي تتعلق بهذا الموضوع. طبعا اليوم انطلقت تظاهرة نسوية في ساحة التحرير وسط بغداد استجابة لدعوة المشاركة في تظاهرات المرأة العراقية المنتفضة ضد الظلم والطغيان، فلنشاهد. طبعا كذلك في مناسبة اليوم العالمي للمرأة أو يوم المرأة العالمي، واستجابة لدعوة المشاركة في مليونية العراقية الثائرة أو الثائرة العراقية، خرجت تظاهرات نسوية حاشدة في ساحة الطيران وسط بغداد تأكيدا على دور المرأة في دعم زخم ثورة تشرين، فلنشاهد. طبعا طلبة كلية الإسراء الجامعة في بغداد نظموا تظاهرة حاشدة استجابة لدعوة المشاركة في مليونية المرأة العراقية الثائرة، مرددين هتافات منددة بزعيم الميليشيا مقتدى الصدر، فلنشاهد. أيضا جموع من الطلبة احتشدت أمام مبنى وزارة التعليم العالي في بغداد استجابة لدعوة المشاركة في مليونية المرأة الثائرة العراقية ودعما لثورة تشرين، فلنشاهد. طبعا مشاهدينا الكرام، هناك إحصائيات تتعلق بوضع المرأة العراقية في الداخل. عدد الأرامل في العراق الآن وصل إلى أكثر من 9 ملايين أرملة. دعونا نتحدث قليلا عن هذه الإحصائيات. طبعا إحصائيات نقلا عن مسؤولين عراقيين ومنظمات مدنية أن من بين 90 إلى 100 امرأة عراقية تترمل كل يوم نتيجة أعمال القتل والعنف الطائفي والجريمة المنظمة في العراق. نقلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من جنيف ذكر أن هذه الأرقام قد تكون في الواقع إذا أخذنا بنظر الاعتبار الحقيقة الموجودة على الأرض أقل بكثير من الواقع الموجود الآن على الأرض بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق. يعني أكثر من 90 إلى 100 امرأة تترمل يوميا في العراق نتيجة أعمال العنف الموجودة في البلد وغياب الأمن وغياب النظام، وبالتالي هذه الأرقام من وجهة نظر الأمم المتحدة هي أقل من الواقع، إذن الأرقام أكبر من ذلك بكثير.
أيضا تشير سجلات وزارة شؤون المرأة في العراق أن هناك 300 ألف أرملة في بغداد وحدها، ويصل العدد بالكل إلى 8 ملايين أرملة في مختلف أنحاء العراق بحسب السجلات الرسمية، أي بنسبة 35% من عدد سكان العراق، وتشكل نسبة 65% من عدد نساء العراق، وتشكل 80% من النساء المتزوجات بين سن 20 إلى سن 40. أرقام حقيقة مخيفة، أرقام مفجعة عن أكثر من ثلث سكان العراق من الأرامل. ثلث سكان العراق من الأرامل، تخيلوا هذا الرقم مشاهدينا الكرام، 8 ملايين نسمة من العراق أرامل، 8 ملايين امرأة أرملة في العراق، والعدد يكون أنه النساء يترملن من بين 90 إلى 100 امرأة يوميا. تخيلوا حجم وقسوة هذه الأرقام حقيقة، التي تتحدث عن عائلات تفقد الآباء نتيجة أعمال العنف الموجودة في البلاد، نتيجة انتشار الميليشيات، نتيجة غياب مفهوم الدولة، وهذه الفوضى التي يعيشها العراق. هذه الأرقام المفجعة حقيقة، وعائلات كثيرة، سنتحدث بعد قليل عن أرقام الأيتام المرتبطين بهذه الأرقام التي تحدثنا عنها عن الأرامل. السيد أبو حيدر من النجف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أستاذ محمد وقناتك الموقرة. أهلا وسهلا. ولا جميع الكادر ولا مستمعين الكرام، حياك الله. رحم الله شهدائنا الأبطال الأبرار. آمين. اللهم شافي جرحانا بالشفاء العاجل. والله يا أخي يا أبو محمد، العراق جاي يمر بمصيبة، مصيبة نعم. حقيقة يعني، بس إن شاء الله النصر قريب بعون الله. تحية إلى كل عراقية ماجدة شريفة غيورة وطنية. نعم. تحية إلى كل خواتنا الماجدات العفيفات الشريفات. نعم. اللواتي هن حقيقة أساس المجتمع. نعم. لولا هن لما اكتمل المجتمع، ولما كملت حياة الإنسان، بل هن جزء من الإنسان، أو هن نصف المجتمع مثل ما يقال. نعم. أما بالنسبة لموضوع الأرملة وغير ذلك، يعني سؤالنا اليوم يا سيد أبو حيدر، سؤالنا اليوم في هذه الحلقة، كيف تابعت مسيرة المرأة العراقية في ثورة تشرين، وشلون تشوف حال المرأة العراقية بالعراق بشكل عام؟ هذا سؤالنا. والله يا أخي يا أبو محمد، المرأة العراقية حقيقة هي مو هسه، من زمان هي امرأة مناضلة حقيقة. يعني هسه احنا دا نشوف يعني النضال والوعي واللي جاي يصير، انه شوف تكمل يعني خروج المرأة بكل قواها. نعم. بما كل ما تملك في سبيل لنصرة هاي المظاهرة ولأزواجهن. نعم. يعني وقفتهن وقفة مشرفة حقيقة، يعني وقفة بطولية. نعم. وقفة ما تنسي ولا ينساها التاريخ حقيقة، رمز وشرف وأصالة صارت إنا يعني، وخاصة يعني واللي أكد أكثر هذه الثورة اللي هي ثورة 11. نعم. وقفتهن وتضحيتهن بكل ما يملكن، يعني أكو بعض النساء حسب معلوماتنا تبيع شعدها بالبيت، تبيعها مثل ذهب. نعم. أو غراب، حتى تشتري بيه مؤونة لإخواننا المتظاهرين. نعم. اللي هم أخوانهن وأزواجهن وآبائهن. فوقفة مشرفة، وقفة بطولية حقيقة. هذا الشيء ما نقدر يعني نحاول إنه شلون نوصفه، ما نقدر حقيقة. شيء كبير، شيء عظيم. شوف مرأة عراقية غيورة تخرج وتطلب بحقها وتداعي وبكل. نعم. صوت يعني، وتريد العالم أن يعرف مظلومية العراق واللي جاي يصير به. أنا أقول الله يساعدهن، لأن. نعم. اللي جاي يصير من تيتم أولادهن وأزواجهن وأخوانهم، هذا الشيء عصيب وصعب علينا وعليهم يعني. وإن شاء الله يرحم شهدائنا من المظاهرات كافة. نعم. المحافظات، ويشافي جرحانا بالشفاء العاجل، ونتمنى من الله أن يتمم. نعم. النجاح الدائم لهذه الثورة والنصر القريب بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا يا أبو حيدر، كنت معنا من النجف، أشكرك للمشاركة. السيد أبو فاطمة من الديوانية، تفضل يا أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا نشكر قناة الرافدين وبكل عامليها، والشكر موصول لحضرتك استاذ محمد. الله يسلمك. والاستاذ عمر. الله يبارك. هذا التقديم الرائع. الله يسلمك. كما واهلني المرأة العراقية بعيدها الأغر. نعم. وأخص بالذكر المتصلة الدائمة أم أزهار. نعم. هذه المرأة الشجاعة اللي أثبتت جدارة وحبها للوطن. نعم. كما أشكر قناة الرافدين، هاي القناة الأولى، بنقل أحداث الثورة والمظاهرات وما يعانيه شعبنا المنتفض من قمع وإبادة. واجبنا هذا يا أبو فاطمة، هذا واجبنا. الله يخليك أستاذ محمد. أبو فاطمة، أنا أريد هم أطرح عليك سؤال الحلقة اليوم. شلون تابعت مسيرة المرأة العراقية في ثورة تشرين؟ والله المرأة العراقية تعتبر يعني جناح الثورة. نعم. وأيقونة الثورة. والعنصر يعني الفعال بهاي الثورة المباركة، ثورة تشرين. نعم. ورفضت يعني المظاهرات بالزخم والدعم اللوجستي. نعم. والحضور وكل انواع يعني، حتى ضحت بحياتها، ضحت براحتها، ضحت بمستقبلها من اجل انجاح الثوره، وان شاء الله الثوره ناجحه استاذ محمد. نعم. انا اشكرك سيد ابو فاطمه من الديوانيه، معنا السيد محمد من الناصريه، تفضل يا سيد محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم استاذ محمد، حياك الله. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضل. احيي قناتكم الموقره. انا الله يحفظك. يوم المرأة العالمي هذا طبعا يسجلها التاريخ. نعم. يسجلها التاريخ وماء الذهب، يعني هي هذا دور المرأة، هو يعني المرأة الثائرة طبعا هي. نعم. المرأة هي أم وهي أخي وهي بنت وهي زوجة. نعم. وبالنسبة للمرأة طبعا هي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المرأة الصالحة هي خير أو أفضل من ألف رجل غير صالح. إذا طبعا نجيبات، عفيفات، شريفات، طاهرات، وهذا دور المرأة الشريفة هي هذه. ليش برأيك يا محمد سنة. ليش برأيك يا محمد المرأة العراقية اللي تشارك بالثورة تتعرض لهاي الهجمة الشرسة من محاولات التشويه والطعن بشرفهن والطعن بأخلاقهن، ويطلع لك واحد معمم يقول لك لا تحتكون بالخيم لانه ممنوع؟ نعم، لان دولة ما عارفين هم دور المرأة. المرأة وقفة طبعا وقفة شجاع، يعني وقفة بطولة، وقفة شرف، وقفة عزة، وقفة كرامة. وهي هاي وقفة يعني لعبيد الله بن زياد، انا لا انسى يعني زينب عليه السلام. نعم. فخر المخدرات وقفت الى عبيد الله بن زياد وقال الحمد لله الذي كذب حديثكم وفضحكم، قالت الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وأذهب منا الرجس، إنما يكذب الفاجر ويفضح الفاسق وهو غيرنا. ولا أنسى خولة بنت الألف اللي هي يعني هي هجمت على اليمين، قلبت اليمين على الشمال. ولا أنسى الخنساء، ولا أنسى الشريفات. نعم. العفيفات الطاهرات، وهن وقفا طبعا بقدميهن على ساحات التظاهرات وشرفا. نعم. وطهرا ساحات التظاهرات. نعم. بالشرف والعزة والحمى. نعم. وهذه طبعا وهي المرأة، احنا نقول نصف بل هي كل المجتمع. بارك الله بك يا محمد، اشكرك من الناصرية. نعم، الله يحفظك واشكرك، انا اطلت عليك. شكرا شكرا جزيلا سيد محمد بن الناصرية. معنا بعض الرسائل المشاهدين الكرام نود ان نقراها ايضا لنواكب مع المشاركين الكرام. يقول سيد أبو زكريا من كركوك، يقول الله يحفظكم ويحفظ قناة الرافدين وعامليها، أكثر من 8 ملايين أرملة في العراق وأكثر من 5 ملايين شهيد في العراق، ودولة العراق أغنى دولة في العالم، وأطفالها يأكلون من النفايات، والله ينجينا من حكومة النفايات والإيرانيين. طيب سيد أبو زكريا أنا أشكرك. في رسالة من
أحمد من كربلاء يقول: السلام عليكم، تحية أستاذ محمد، نناشد من قناتكم المحترمة لوزارة الصحة بتخفيض أسعار الكمامات، أتمنى توصلها إن شاء الله. إن شاء الله يوصل هذا الكلام يا أحمد، يعني متاجرة حتى في أمراض العراقيين، متاجرة في دماء العراقيين، متاجرة في أرواح العراقيين. للأسف يعيش العراقيون في ظل حكومة ومجموعة أحزاب تتعامل مع أرواح البشر بهذا الرخص وتتعامل بهذا الإهمال. استثمار، مرحلة استثمار بالنسبة للتجار الكمامات وغيرها من المطهرات أو الأدوات الطبية خاصة المتعلقة بقضية الفيروس كورونا والوقاية منه، هناك متاجرة. طبعا احنا عرضنا سابقا على شاشة قناة الرافدين مقطع لأحد الصيادلة في العراق في بغداد تحديدا في ساحة التحرير، كان قد جاء بكمية حقيقة تبرع بها إلى المتظاهرين، حتى لا يعني نخفي هذه المعلومات، هي ظهرت للجميع ولكن نعيد ونكرر. قال والعهد على الراوي أن هناك تجار الذين هم يعتبرون المسؤولون عن إيصال المواد الكمامات تحديدا إلى الصيدليات، يقومون برفع الأسعار بناء على رفعها من قبل المستورد، وبالتالي تصل إلى الصيدلاني بسعر عالي فيضطر إلى بيعها بسعر عالي وإلا سيخسر. يعني الموضوع هكذا. هذا لا يمنع أن هناك بعض ضعاف النفوس ممن استغلوا هذا الأمر بالضبط وقاموا برفع الأسعار بالنسبة للكمامات وغيرها على المشترين، على العراقيين. ولكن بشكل عام لو كان هناك نظام، لو كانت هناك رقابة، لما حدث ما يحدث الآن. هذه حقيقة يعني يصنف وفق دول كثيرة وباء عالمي، وبالتالي خطر للغاية وأهلك الكثير من البشر، وتوفير مستلزمات صحية طبية بأسعار رمزية أو بالمجان هذا واجب الدولة التي لم تفعله حكومات ما بعد الاحتلال حتى في الحالات العادية وليس في حالة فيروس كورونا. رسالة من أحمد من مصر يقول: السلام عليكم، تحياتي للشباب ونساء العراق الواعي، أخوكم أحمد من مصر. شكرا لك يا أحمد. من معنا الآن؟ السيدة أم حافظ من بغداد، تفضل يا أم حافظ. ألو. تفضل، أهلا وسهلا. علي محمد. تفضل يا حجية. شلونك يوم؟ الله يسلمك. شلونك يمه؟ الحمد لله بخير. يستر عليك. يعني هاي الحكومة سوت فينا. نعم. يا يما ولدنا راح على الشباب وهم دا يتحكمون فينا ودا يطون شو اسمه يعني خليه يطلعون. نعم. يعني هم يعني دا يطون هسه كلها يعني والله ما عرفت احكي شو يقول. هم هذول يعني ماذا يسوون على صدام حسين؟ ليش يعني صدام حسين قتل جماعي؟ هم مدى يقتلون؟ نعم. مدى يقتلون على الشباب مالتنا؟ ليش ليش؟ نعم. ليش؟ خلي يطلعون، خلي يطلعون، ما اريد حكم، ما اريد رئاسي. ما اريد يعني هم يتحكمون بينا. نعم. ما اريد. هذا يقول ارجع السترة واطلع، هذا يقول هيكي، هذا يقول هيكي. ويتآمرون علينا، خلي يطلعون جابونا المرض، جابونا المخدرات، جابونا الانفجار، جابونا ما وياي 17 سنة كافي كافي جاج، هسه احنا ما نريد، نعم ما نريد انا هسه مو مرة، واحد يقول لي انت حرامية، بالقرآن انتحر، بالقرآن انتحر، اطلع بابا كافي. طب الشمعي شلون بدك تروح؟ ليش؟ ليش حرام عليهم حرام؟ حسب الله نعم الوكيل علي فوق القشرة. خلي يطلعون، خلي يطلعون ما اريدهم. نعم. حسب الله نعم الوكيل. حسب الله نعم الوكيل. خلي يطلعون كافعات، ما نريد برلماني، احنا نريد رئاسي. يجي واحد عراقي. نعم. كافي. لا عندي 4 جنازات ولا 5 جنازات. كافي؟ ان شاء الله ان شاء الله. قتلنا المرض. ان شاء الله باذن الله. النخل موتوها، الزراعه موتوها، المي يقذفون بها ما ادري شنو، وهاي الانفجارات سووا علينا، مال سبيكر هاي سويتوا، هاي مال الموصل سويتوا، كافي مجرمين. كافي.
شاف الشعب السوداء تبلق رقتهم بيها. كانوا يطلعون عيب والله عيب عليهم، والله عيب والله عيب والله عيب، ما يعرفون المستحى. لا يعرفون المستحى كان طلعوا، بس هم ما يعرفون المستحى شنو. خاله محافظ أنا أشكرك خالة محافظ، وأتمنى صوتك يكون وصل بالشكل اللي أنت تريديه. سيدة محافظ من بغداد، شكرا لك. أبو زهراء من العمارة، تفضل يا أبو زهراء. أبو زهراء، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا نهي كلكم على هاي القناة الموقرة المحترمة. الله يسلمك ويبارك بك. نعم يا ابو زهراء. الصحه اجانا بخير، ما شفنا نهائيا. ليش؟ ليش هاي الصحه هي اول درجه، اول وزاره، اول وزاره عرفت بعد مجهزه بالتجهيز الصحي في اني ابو زهراء اريد بس استوقفك هنا قليلا اذا سمحت لي. يعني أنا فاهم موضوع الصحة وفاهم هاي المعاناة وحضرتك تحب تتكلم بيها، بس أتمنى اليوم تجاوبني على سؤال الحلقة اليوم. موضوعنا اليوم عن اليوم العالمي للمرأة ووضع المرأة العراقية في ظل هذا البلد التعبان، وكذلك شلون تشوف دورها بالتظاهرات اليوم ومشاركتها. ماشي ماشي ماشي، تفضل. احنا بالنسبة للمرأة العراقية، المرأة العراقية معروفة، نعم، في تفاصيلها، نعم، معروفة المرأة العراقية كمشاركة ويانا، شاركت في الحروب، شاركت بالدراسة، شاركت بالتربية. نعم. هاي المرأة جزء نص من الإنسان. ليش دي حاربون المرأة العراقية اليوم بالتظاهرات ويطعنون بشرفهن وبأخلاقهن؟ هذول عقول، ذولا ما عندهم عقل، مخ ما عندهم، شلون ينحكي عليها وطالع الطالب بحقها؟ نعم. هي جاي تساعدنا في ارجاع حقها. نعم. هي نازله ويانا شنو؟ حتى من نسترجع حقنا. المرأة اكو مشاركة، اكو فد موقف الها. فيها ما عندها حقل، ما عندها مخ. شلون وهي بهاي الوضعية، هذا ما ينفع. لكن هذول ناس ما عندهم عقول، ناس عقولهم ناقصه، ما يفهمون هم. حتى لو كان معمدين، حتى لو كان عرفت ناس ظروفهم، ولا ما يفهمون القانون بها. شنو سويته؟ بحقها مثل ما. ابو زهراء، انا اشكرك من العماره، شكرا جزيلا لك للمشاركه معنا. السيد ابو فيصل من السعوديه، تفضل يا ابو فيصل. السلام عليكم. حق استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحية لجنابك، وتحية للكادر القناة، تحية للشعب العراقي البطل، وتحية لرجال العراق، وتحية لنساء العراق الشريفات العفيفات، والثورة إن شاء الله آخرت باتجاه إسقاط هذا النظام. أستاذ محمد، هذا النظام المجرم، هذا نظام إرهابي، يعني لابد من إسقاطه. من إسقاطه لازم يكون من أول واحد، رئيس ما يسمى برئيس الجمهورية، لأسقط واحد لآخر واحد فراش من هذه الحزالات، وعاش الشعب العراقي والنصر قريب. تحية لكم. شكرا يا سيد ابو فيصل، كنت معنا من السعوديه. طبعا في مقطع لدينا نود ان نشاهده مع حضراتكم الان. اكدت طالبات او طلبت جامعه بغداد استمرارهم بدعم ثوره تشرين من خلال المشاركه في مليونيه المراه العراقيه ضد العمليه السياسيه واحزابها الحاكمه. اكد ناشطون واشادوا بدور المرأة العراقية الفعال في الثورة منذ اليوم الأول، رغم ما تعرضنا له من حملات تشويه وتهديد من قبل الميليشيات التابعة للأحزاب الحاكمة. فلنشاهد. والنبيلة المرأة العراقية التي كانت وما زالت وستبقى رمزا للصمود والثبات والتحدي، ولاحظنا المواقف العظيمة والنبيلة التي يحجر من الإنسان العادي عندما يرى موقف الأم. حل البرلمان هو خطوة أساسية وأولية للتغيير او لبدايه التغيير، لان هذا عندنا اهم مطلب. حصر السلطه بيد شخص واحد افضل بكثير من توزيعها بيد اشخاص لا يستطيعون عمل اي شيء، و16 عام مر ولم يستطيعوا عمل اي شيء لنا. بدايه الاصلاحات، هذا اول مطلب واهمها.
طلعنا تغيير نظام كامل، مو طلعنا تغيير رئاسة وزراء، وهو البرلمان مدى ينطي تشريعته الضرورية لتخدم الشارع. طبعا تابعتم مشاهدينا الكرام في بداية المقطع بكاء المرأة العراقية الظاهرة كانت في المقطع ورجل خلفها أيضا، تأثر حقيقة. الهدف هو استعادة وطن، وهناك جهات يعني كما وصفها المتصلون جهات مريضة تحاول أن تطعن بشرف وأخلاق المرأة العراقية التي خرجت للمطالبة بحقها، ويتحدثون عن أمور لا توجد إلا في مخيلاتهم وفي عقولهم عن موضوع الاختلاط والاحتكاك وما يحدث في الخيم. هذه المحاولات الرخيصة حقيقة للتشويه وتشويش الصورة أمام العالم المتابع لما يحدث في العراق، طعن بشرف ونزاهة وأخلاق المرأة العراقية التي خرجت من رحم المعاناة للمطالبة بحقها. من معنا الآن؟ سيد أحمد من بيجي، تفضل. أحمد من بيجي، تفضل يا أحمد. موجود أحمد؟ طيب أحمد غير جاهز معنا. طيب مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لاستمرار الحديث عن يوم المرأة العراقية وكيف تتابعون دور المرأة العراقية في ثورة تشرين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا الآن السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة عامليها. أهلا وسهلا. المرأة هي نص المجتمع، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي كل شيء في المجتمع. نعم. المجتمع اللي يعرف يعيش بالعالم العربي كله. نعم. اما هذول اللي يحكون عن المرأة، هذول كل شيء ما يفهمون، لانه اللي يحكون على شرف المرأة يحكون على شرفهم هم، لانهم بلا اخلاق وبلا شرف. لانه المرأة هي 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 جزء كبير من هذا المجتمع. هي قادت حروب سابقا، وهي قادت اجتماعات، وهي قادت كل شيء. هي المرأة. لكن من اجت هاي الحكومة الفاسدة، هاي العصابات من اجت حطمت كل شيء، حتى حطمت المرأة هنا. نعم. حطمت حتى وجودها. لكن ان شاء الله بوجود المتظاهرين، وجود المرأة وانتفاضها مرة ثانية، رح يعيش العراق ويرجع مثل ما أول إن شاء الله. بكفاح كل المتظاهرين هذولة. نعم. والمرأة الصالحة ويحيى العراق والمرأة والمتظاهرين، وإن شاء الله النصر إلنا ضد هذول الفاسدين إن شاء الله. وأنا أشكرك. شكرا سيدة أم أزهار، كنت معنا من بغداد. طبعا في بداية الحلقة تحدثنا مشاهدينا الكرام على أرقام صدرت من مكتب الأمم المتحدة للتأكيد على أرقام حقيقة نقلا عن مسؤولين عراقيين. الأرقام كانت تقول أن 90 إلى 100 امرأة عراقية تترمل كل يوم نتيجة أعمال العنف. قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنيف أن هذه الأرقام أقل من الواقع بكثير. الأرامل في العراق يوميا أعداد أكبر من هذا العدد بكثير. طبعا 8 ملايين
أرملة وفقا لسجلات وزارة شؤون المرأة في العراق. هذا الموضوع مرتبط أيضا بعدد الأيتام الموجودين في العراق. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف قالت إن عدد الأطفال الأيتام في العراق يقدر بخمسة ملايين طفل. طبعا مشاهدينا الكرام، الأرامل ونسب الأرامل الكبيرة طبعا ترتبط ارتباط وثيق جدا مع قضية الأطفال الأيتام والعوائل التي فقدت المعيل، وبالتالي المرأة الأرملة نتيجة الصراعات ونتيجة الاقتتالات وانتشار الميليشيات وغياب نظام الدولة والقانون، بالتالي هي تكون مسؤولة عن هذه الأعداد من الأطفال، وبالتالي يكون عبء كبير عليها، معاناة كبيرة حقيقة. لا يوجد دعم، لا توجد مساندة من الدولة، لا توجد إعالة، لا توجد أي شيء، أي خدمة تقدمها حكومات ما بعد الاحتلال للمرأة العراقية، وهي تعيش في معاناة مستمرة. 5 ملايين مشاهدين الكرام من مجموع 140 مليون يتيم حول العالم، هذا وفق منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف للطفولة. يعني العراق فيه وفق هذه الإحصائية 5% أيتام من مجموع سكان العالم، من مجموع سكان الكرة الأرضية، من عدد الدول هذه العراق فيه 5% أيتام. تخيلوا مشاهدينا الكرام هذا الرقم. قد يقول البعض أن 5% رقم قليل، لكن عندما تنظر إلى الكرة الأرضية وترى أنك تملك 5% أيتام بهذا العدد، وهو قابل للزيادة طبعا في ظل استمرار الاغتيالات واستمرار القمع الذي يحصل الآن في التظاهرات واستمرار غياب مفهوم الدولة ووجود مفهوم الميليشيات، سيستمر ارتفاع عدد الأرامل وعدد الأيتام في العراق بطريقة مستمرة وبشكل تصاعدي جدا في ظل عدم السيطرة على هذه الدولة وفقدان الحكومة أو الأحزاب السيطرة على الميليشيات، وبالتالي نرى ما نراه الآن من هذه الأرقام المخيفة. من معنا الآن؟ السيد لطيف من ديالة، تفضل يا لطيف. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ الله يسلمك، الحمد لله، تفضل. نحيي القناة الرافدين، والله على هاي المجازة، رحم الله والديكم وما تقصرون. الله يسلمك. والله العظيم، والله العظيم اليوم الجاي نشوف يعني هذين أخواتنا، ويعني حتى البرلمانيين ما يسمعون هذا الصوت، يعني ما يسمعون هذا الصوت، يعني ليش؟ يعني ليش وقت تظل هيك؟ ليش وقتك يعني؟ يعني والله العظيم يعني هذه ما نعرف احنا يعني شو نقول. نعم. ونطلب من اخواننا يعني حال يعني ما ادري يعني شلون. نعم. يا اخي يعني شوف يعني هذا يعني شوف يعني هاي يعني اخواتنا صار يتبشى الشوارع، ليش هاي البرلمانيين ما يسكنون ما يباعون ما يسوون؟ ليش هيك؟ نعم. يعني ليش تنضفي؟ ليش وقت؟ ملينا والله ملينا، يعني هسه انا شفت هاي يعني أمي جاي تبكي، يعني من شفت هذا يعني جاي يحدث، يعني مو حيقدر يعني شو يصير بالعراقيين بعد؟ شو يصير؟ دول النقاط صحيح، يعني اخواتنا بالشوارع ساري دول النقاط، يعني هاي البرلماني ما يسكنون ما يباوعون ما يقولون، يعني شو قاعد يعني صار هم 17 سنة يعني هم عندهم نظر اصلا حتى يباوعون؟ 17 سنة كل شيء ما سووه، كل شيء خربوا وما عمروا. نعم. خربوا وما عمروا، ما عمروا لنا شيء، لا مستشفى، لا شوارع، لا شيء، شوارع متكسرة، يعني ما يبغوا برلمان، ما يجون الشارع مال الدولي. نعم. هذا الشارع مال الدولي مال كركوك وصلاح الدين، يعني ما يعبرون به ويشوفونه مكسرة؟ ما يعبر، والله يعبرون ويشوفونه، أستاذ والله يعبرون ويشوفونه، يعني شوف احنا يعبرون ويشوفونه. أكيد. وما يبغون يعني هاي شوارع. أكيد، قابل شلون ده يتنقلون؟ يعني شوف أخواتنا، يعني أخواتنا بالشوارع، يعني أمهاتنا بالشوارع، يعني ما يدخلون غيرتهم ما راح غيركم، هذول حرامات، والله حرامات، هذول فاسدين، والله حرامات، هذول كلهم فاسدين، فاسدين. بس إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله العراق ينتصر، إن شاء الله هاي المظاهرة تنتصر، إن شاء الله ندعي لهم، إحنا ما عندنا شيء بس ندعي لهم، والله ندعي لهم، إن شاء الله بجاه موسى بن جعفر. يعني كلنا ندعي لهم ان شاء الله وتوفيق ان شاء الله الله يبارك فيك. شكرا يا لطيف، كنت معنا من الديالة. انا اشكرك للمشاركه. معنا السيد احمد من الدنمارك. احمد تفضل. السلام عليكم اخ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي اللي يشوف المليونيه مال المراه العراقيه اليوم، نعم، يزداد فخر ويشوف هذول وحدتهم والله تعادل 1000
واحد من اللي يسمي نفسه زلم. نعم. اللي حطوا القعادات الزرق على راسهم وطلعوا ويحاولون يؤذون المتظاهرين. نعم. وهذا فتشي يعني حقيقة فخر، لأن المرأة العراقية طلعت تتحدى القمع مع الإرهاب مع النظام، وتتحدى الكورونا والمرض، وتتحدى التعب مالتها. نعم. وطلعت تريد تشارك وتوري صوتها بكل شجاعة. وبنفس الوقت إذا تسمح لي بس أريد أوجه فد نداء كلش حلو. أنا أريد أقول أنه أنا كلش فخور بالإخوان العرب اللي يتصلون بالبرنامج. نعم. يتصلون من الجزائر ومن مصر ومن السعودية. هذا فد شعور جدا جدا رائع يعني. نعم. يريد يذكرني أنا بأيام مثلا 1962 لما استقلت الجزائر، وقبلها. نعم. لما استضافينا المرحومة جميلة بوحير المجاهدة. نعم. أحمد بن بلة وهواري بومدين، وكيف كنا واقفين وياهم إيد واحدة، لأن احنا كلنا عرب، ماكو. نعم. ماكو فرق بين عربي وعربي. عرب إسرائيل احنا حاربنا بال 48 بال 67 بال 73، واليوم نشوفهم يشاركون ويانا بأحاسيسهم، خصوصا أخ جزائري يتصل تقريبا كل يوم بالبرنامج. والله. نعم. يا أخي دا أشعر أنه هو واحد من عندنا، واحد عراقي مثلنا. نعم. هذا يزيدني فخر يا أخي، هذا يعزز الحديث النبوي اللي يقول لك مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم. هذا معناها إحنا لازلنا بخير، إحنا العرب لازلنا بخير. الحمد لله. ما أكو الحمد لله. الحمد لله والشكر. قد ما أكو ناس يحاولون ينكلون بهالشيء هذا ويضحكون على العرب ويطلعون نكت على العرب. لا، اللغة العربية هي أفضل لغة بالعالم، والعرب هم أفضل ناس في العالم، شاء من شاء وأبى من أبى. شكرا لك سيد أحمد، أنا أشكرك. كنت معنا من الدنمارك. معنا السيدة أم محمد من بغداد. تفضل يا سيدة أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ محمد؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. أريد أشارك باسمي بنت العراق العراقية. حياك الله، تفضلي. عندي عتب ونداء لأبنائنا وشبابنا اللي بالغربية. نعم. شو وقت يطلعون؟ شو وقت يشاركون ويانا؟ يعني؟ نعم. بدنا نحكي بالطائفية. نعم. وين موقفهم؟ يخافون من الحكومة؟ ما احنا ما عندنا حكومة، مو وحدة، مو دنجابة. أكو. نعم. أكثر من ذا يتعرضوا له. شو وقت يطلعون؟ بعد العشاير وينها؟ العقل وينها؟ نعم. شو وقت يطلعون ويسجلون موقف؟ مو هو هذا وقت الموقف. سيدة أم محمد، خلي بس صحيح؟ خلي، نعم كلام سليم جدا صحيح، بس خلي أتناقش ويا حضرتك شوية بهذا الموضوع. أنت أكيد حضرتك متابعة وتتذكرين أنه الناس بالمحافظات الغربية طلعوا سنة كاملة بشكل سلمي، سنة كاملة في مظاهرات استمرت، قمعتهم حكومة نور المالكي وتلتها حكومة حيدر العبادي، ودمرت مدنهم ودمرت محافظاتهم، لأنه كانوا يطالبون بمطالب أقل من اللي دا يطالب بها حتى اللي طلعوا اليوم بالساحات. ومع هذا ما سمعتهم الدولة، ما سمعتهم الحكومة، وقمعتهم ودمرت مدنهم. ودائما يتصلون بينا الناس من المحافظات الغربية يقولون يا بتر زلمنا راحت، الميليشيات ميليشيا الحشد وغيرها دمرتنا دمار، اعتقالات واختطاف وأعداد كبيرة جدا يتجاوزون عشرات الآلاف من المخطوفين والمغيبين. ومع هذا في أول بداية ثورة تشرين اندز من مدينة الفلوجة قافلة غذائية للمساعدات، بطانيات وأغذية إلى ساحة التحرير في العاصمة رغم كل المعاناة اللي هم بيها، وطلعت مظاهرات طلابية في صلاح الدين وفي الأنبار وحتى شوية بديالة، وتم قمعها من قبل الحكومة وقوات الأمنية والميليشيات. الناس دي تحاول يا أم محمد، لكن القمع شديد جدا. الموضوع مو مثل اللي دي يصير ببغداد واللي دي يصير بالجنوب، بالمحافظات الغربية قمع شديد. طبعا هو مو تبرير، لكن هذا الواقع اللي دي أنقله نقلا على ألسنة الناس اللي دي يوصلون رسائلهم من خلال البرنامج أو من خلال القناة بشكل عام. صحيح استاذ محمد، احنا ما بدنا نأنبهم، احنا نعرف المراضي سووا لهم. نعم. اباده. نعم. نعرف صحيح، احنا ما بدنا نأنبهم. نعم. بس نريد مشاركتهم. لا احنا شعب واحد. صحيح. ان شاء الله من تنتصر الثوره ويقولوا دائما سووا لكم مجلس وطني للمظاهرات حتى تمثلون، ما راح يقولون احنا وين. صحيح.
لا ان شاء الله موجودين يا ام محمد. احنا بدنا نعنبهم، احنا بدنا نعنبهم، نعرف احنا متواصلين، بس هم كانوا يستغلون هذه النقطه اللي هم يحتون بالجانب السني والجانب الشيعي وهاي الامور. احنا نعرفهم، هم اهل المقاومه، بعد ما ليش راحوا عليهم؟ نعم نعم ام محمد، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله رسالتك تكون وصلت وسماعها اللي يهتم وسماعها وسمعوها الناس اكيد اللي دي يتابعون، واكيد اكو من الغربيه اللي دي يتابعون ودي يسمعون. وطبعا ليست المره الاولى حقيقه تاتي هذه المناشده، والجميع في العراق ينتظرون التحرك من المحافظات كافه، ان كانت في الغرب ان كانت في الوسط ان كانت في الشمال او في الجنوب لا فرق، الكل يجب ان يشارك في ثوره تشرين لاستعاده هذا الوطن. هكذا هو صوت العراقيين، وهو وهي الرسالة التي يرسلها الجميع دائما عندما يشاركون في البرنامج. وطبعا أيضا نتفهم المعاناة الحقيقية، لأنه لا ننسى أن هناك ملايين الآن من أهالي المحافظات الغربية لا يزالون نازحين ومهجرين وممنوعين من العودة إلى مدنهم وإلى بيوتهم، ووقع عليهم جزء كبير جدا من ظلم حقيقة حكومات ما بعد الاحتلال، وعانوا معاناة شديدة، وهم حقيقة يعني يحتاجون المساعدة، ومع هذا أرسلوا المساعدات، مع هذا قاموا بالدعم قدر ما يستطيعون، ومع هذا أيضا ينتظر منهم أكثر إن شاء الله. السيدة أم عباس من النجف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أبو جاسم. الحمد لله. نعم تفضلي تفضلي يا أم عباس. أي نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أبو جاسم؟ شلون تفضل؟ الله يسلمك ويبارك فيك، تفضلي. يرحم شهدائنا إن شاء الله. آمين. ويشافي إن شاء الله جرحانا ويشافي شر الأمراض إن شاء الله. آمين. وأفتي بيكم على هذا البرنامج الحلو. الله يسلمك. رحم الله والديك إن شاء الله. هي المرأة العراقية، هي الأم، هي الأب، هي نعم. الأخ إن شاء الله. نعم. نهنيكم على هذا البرنامج الحلو. نعم. نعم. أم عباس أنا أشكرك شكرا جزيلا طبعا لهذه المشاركة الطيبة منك. في طبعا بيان للجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أكدت أن المتظاهرين لن يتخلوا عن تحقيق مطالب المرأة العراقية في تحرير البلاد من طغمة نظام المحاصصة الطائفية الفاشل. وقالت اللجنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن وقفة المرأة العراقية مع الثوار سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، فيما قدمت التهاني والتبريكات لنساء العراق بيومهن السنوي طيب، في الرسائل الواردة فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام لكي نستثمر قراءة الرسائل، رسالة من سامي من هولندا يقول: السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين، تحية حب للماجدة العراقية الأصيلة والخنساء وللملحة المرأة العراقية الصبورة، تحية للثوار الأبرار والعزة والرحمة لشهدائنا. في رسالة من أريام من الأردن: الحمد لله على السلامة أستاذ محمد، الحمد لله على السلامة، شكرا جزيلا لك يا أريام، الله يسلمك. في رسالة من أم أحمد من أمريكا تقول: ألف تحية وسلام لقناة الرافدين وللكادر جميعا، أما للمرأة العراقية فهي يعجز الكلام عن وصفها، هي الصبورة المجاهدة البطلة، وبالأيام التي خرجوا فيها الشباب الانتفاضة رأيناها وقفت مع إخوتها وشجعتهم، وتعرضت للهجمات الشرسة من قبل هؤلاء الأحزاب الفاسدة، رأيناها تطبخ وتخبز وتشارك بالتنظيف والرسم، وفعلا هي تستحق الشرف والبطولة. في رسالة من الثائرة رنا من بابل تقول: السلام عليكم، تحية إلى قناتكم الموقرة كوادرها المحترمة، نهنئ المرأة العراقية بالخصوص، لأن برأيي اليوم يوم المرأة العراقية الثائرة اللي ضحت وأعطت الغالي والنفيس لأجل هذا الوطن. الله يحمي أمهاتنا وينصر الثوار والخزي والعار للحكومة. في رسالة تقول أبو أوس من تركيا: فقط في العراق عندما تكون خائن للوطن وعميل وتقاتل مع العدو قبل 2003 ستصبح اليوم قيادي وتستلم 3 رواتب. في رسالة لدينا من عباس من بغداد: السلام عليكم، تحية أستاذ محمد، وياك عباس من بغداد، سيد مقتدى خط أحمر. طيب مرة يعني هاي دائما سيد عباس من بغداد، ومرة يكون أحمد من كربلاء، مرة يجي بأحمد من كربلاء ومرة بعباس من بغداد. عموما يعني بشكل عام يا أحمد أو يا عباس يعني راجع نفسك. أبو جمال الكويسي يقول: السلام عليكم، شهيد يخاطب أمه قائلا: يوم استشهدت ورأيت العراق يعود وقولي ابني البطل ما يخاف سواها
عفوا في رسالة. السلام عليكم. فيروس كورونا أنقذ السياسيين من ثورة الشعب المطالب بالسيادة. الفيروس أشغل الشعب العراقي مؤقتا عن ثورتهم. هذا كلام غير صحيح. اليوم الإثباتات والأدلة وكلام العراقيين في الشوارع أنه من يحكم الآن في العراق هم الفيروس الحقيقي. لن يخيف العراقيين، فيروس جاء بشكل مؤقت وسيذهب، لكن هؤلاء هم الذين بقوا وجثموا على صدور العراقيين 17 عاما، هم الفيروس الحقيقي كما يقول المتظاهرون. في رسالة من أبو علي من السعودية يقول: السلام عليكم، الله معكم يا أهل العراق ما دام متوحدين ومتعاونين على الإصلاح. وفي آخر الرسائل من فاتن من ألمانيا تقول: كل عام عيد المرأة العراقي العظيمة بخير، عيد على كل امرأة خبزت وصرخت في ساحة التحرير، والله يرحم كل شهداء العراق. وصلنا إلى ختام الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.